أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، متواصلين معكم في موضوع عن إصلاح ذات البين. يمكن برضو بتحصل خلافات كبيرة وكثيرة، بيحصل فيها دم، وبتجي في النهاية مجموعة من الناس بيصلوا لحتة الجودية. الجودية برضو نوع من أنواع إصلاح ذات البين. فحرحب بالأستاذ أمير أحمد حمد، الباحث في التراث السوداني، يكلمنا برضو عن الجودية وإنها بتمثل إصلاح ذات البين. ألو، يا مرحبا بك أستاذ بسمان. صباح الخير. صباح النور. موضوعنا عن إصلاح ذات البين أستاذ أمير. متابع الله يا أخي، والله كتر خير مبارك الله فيكم، يعني أنتوا لمستوا موضوع شيق، موضوع يعني حيوي جدا في المجتمع السوداني. أيوة صحيح، والسودان ده كله قايم على الجودية يا أستاذ بسمات. نعم، كل المشاكل بتاعتنا دي يعني حتى في المحاكم الرسمية، عندنا محكمتين، محكمة جنائية بتكون رسمية ومحكمة بتاعت عمد، ده إذا كان الناس وصلت لمراحل يعني إنه لازم يقضوها بالقضاء. لكن في الغالب العام السودان الجودية تمثل حاجة مهمة جدا جدا في حياة الشعب السوداني. وطبعا بطبيعة الشعب السوداني يا أستاذ بسمات شعب يعني متدين، وشعب يعني الدين متصل فيه تماما، يعني لما الله سبحانه وتعالى فمن أصلح وعفى فأجره على الله سبحانه وتعالى في معنى نعم. الآية ولا تنسوا الفضل بينكم أيضا في القرآن الكريم، يعني دائما وأبدا نحن حياتنا ومشاكلنا تحل بالجودية. والجودية طبعا ما كل زول بيكون هو يا أستاذ بسمات أهلا لها، دائما الناس بيتخير الزول الحكيم، الزول بيكون عنده تأثير على أهل المتشاكلين مع بعضهم، يعني بغض النظر عن المشكلة هي شنو. فنحن الجودية عندنا قيمة كبيرة. الجودية أيوة. نحن بالذات في مناطق دارفور يعني أستاذ أمير، في كل مناطق السودان برا، يعني السودان ما كله نسيج واحد يعني رغم اختلاف، لكن يعني لأنه حصلت مشاكل كثيرة، يعني كان الجودية لها قدح المعلق في إنها أيوة. هي تعقد الدم بالعصا يعني. أيوة دي حقيقة والله، تعبير جميل، تعقد الدم بالعصا دي. ففعلا يعني في دارفور حصلت جرائم ومشاكل كثيرة جدا صح. جدا لأتفه الأسباب، لكن بكل بساطة بجلوس العقلاء وبجلوس الناس الفاهمين وأصحاب الرأي وأصحاب التأثير هذه المشاكل تتحل. صحيح. ونحن يعني هسه الآن حتى في مشاكلنا المدنية دي يا أستاذة بسمات أيوة. يعني حتى لو حصلت جريمة غط، تأكيد طوال أهل المقتول دين بيمشوا بيشيلوا سكرهم بيشيلوا شاييهم لأهل المرحوم، وتبقى بادرة طيبة جدا جدا، أحيانا قد لا تحتاج لجودية، لكن بيحتاج عشان يتعافوا ويصحوا. نعم يعني كثير جدا يعني نادر جدا في المجتمع السوداني تصل جريمة بتاعت غط لحد الغصاص، يعني نادر يا أستاذ بسمات. أيوه ده يدل على شيء، وإنما يدل على تأصل المزلة بتاعت الجودية في الشعب السوداني والإنسان يعني المتسامح السوداني بطبعه، زول متسامح يعني. نعم، فليها دور كبير جدا جدا الجودية يعني في حياتنا السودانية، ونتمنى انها تستمر بنفس الصوره وما تنقطع ان شاء الله طالما الشعب السوداني قاعد موجود ومبادئنا الاسلاميه موجوده. يعني ان شاء الله يا رب، والنسيج السوداني الاجتماعي يعني يرجع للجذور. الجذور دائما فيها بصمه بتكون فيها السماحه وفيها الاصاله وتفاصيل سمحه كثيره. يعني يعني الان اديك حاجه بسيطه يا استاذه بسمات. ايوه يعني في القطر ده، يعني القطر ده احيانا بتحصل فيه مشاكل. شنو؟ في القطر العام، القطر في القطر. ايوه تحصل مشاكل في نهايه لانه القعده طويله والناس قاعدين يطلع مع يطلع بعض، يطلع زواج بين الناس، يعني تحصل مصاهره للتسامح بتاع الناس مع بعضهم يعني. يا سلام. فالجوديه يعني نحن في حياتنا السودانيه مهمه جدا جدا، يعني اي زول يعني عنده مشكله ويتحرك الاطراف واثق تماما انه يعني الجوديه حيكون لها نصيب كبير جدا جدا في ترجيح المشكله يعني. فدي انا بعتبرها ما موجوده في المجتمعات الاخرى يعني صح. غير المجتمع السوداني، ومحمده كبيره جدا يعني عندنا والله. ايوه والله يعني أيوة. بما انك يا استاذ امير يعني باحث في التراث السوداني، برضو الاغنيه السودانيه يعني نادت بتفاصيل كثيره يعني في التسامح التصافي كده، يا ريت نتطرق للحته دي ما دام اصلا الفرصه جمعتني بك هسه. والله يا اخي هي الاغنيه السودانيه زي ما بقول يا استاذه بسمات هي تصور المجتمع السوداني بصوره عامه، مش الجوديه بل كل المجتمع السوداني الان موجود في الاغنيه السودانيه. لان الاغنيه السودانيه نابعه من منه؟ نابعه من المجتمع.
صحيح. وبالتالي يعني لها تأثير جذري موجودة، وبالذات في زمن الحكامات في منطقة دارفور يعني الغناء ممتاز جدا جدا يدعو لهذه الخصلة، وكذلك الغنية الجديدة بتاعت أم درمان نسمها نحن الغنية الوترية وصبغتها فترة الحقيبة، دي كلها تناولت هذه الأشياء يعني بصورة جميلة ورسخت تمام الترسيخ يعني. نعم، تسلسل التاريخ الاجتماعي في المراحل السودانية. نعم نعم نعم، لأن الأغنية السودانية زي ما قاعدين نقول دائما أبدا يعني هي بتصور كل حركات المجتمع، دائما تعرف المجتمع أعرف الغنى بتاعه. صحيح. بتعرف تفاصيله من جميع النواحي الأخلاقية وغير الأخلاقية. شعب متقدم انظر للغنى بتاعه، اذا كان متقدم معناه دي امه ماله امه متقدمه. اذا كان الغنى بتاعه متردي طبعا الفن بتاعه حيكون هو الصوره العاكسه. معناه تفاصيل ايوه ثانيه. نعم نعم صحيح. نعم، وبالذات يا استاذه بسمات غنى البنات، يعني انا بعتبر غنى البنات ده من اصدق المشاعر، يعني ما فيه ريبه ما فيه شك، بيديك الحقيقه مباشره يعني. لانه بيجي باحساس عادي يعني ما مغلف، احساس بيجي شفيف عادي، لانه الغنى هو ذاته يا استاذه بسمات ما حق النسوان. صح، لانه المرأة يعني المرأة اصلا مرهفة يعني، فبتقول مرهفة الكلمة في خاطرها وصادقة يعني، ما عندها زيف العواطف بتاعتها، بتحكي يعني سواء كان عواطف بتاعت تمجيد شهامة او توجيد عاطفة معينة وهكذا يعني. احساسها مرهف. نعم ده حقيقي والله. شكرا جزيلا استاذ امير احمد محمد الباحث في التراث السوداني، يسعد صباحك بكل خير. متواصلين معكم مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل عبر اثير بي ان اف ام 91.